انه راجل عنده معلومات وراجل يعني عنده اخلاق واقدر اعتمد عليه. سليمان وحي يرزق عمر سليمان اهو موجود اهو نائب رئيس الجمهوريه ومن الناس على فكره من الناس اللي اثق فيهم جدا من ميدان المعركه دي معركه وانت هتلاقي الله ينصرك يا رب الله ينصرك يا باشا. انا عايز اقول لهم ان بفضل الله الوحيد اللي ليه مؤيدين من غيره يعني برشحه هو عمر سليمان الوحيد ان شاء الله انت الوحيد بفضل الله اللي هتقدر تحمينا من الشيعه. الرجل المناسب عمر سليمان.